You're good. I'm fine. وخشمه يطيب ولا دخل خشمه فوق المسكله مسكله مسكله المسكله ما هي بصحيحه والمسكله شو بك خايفه؟ ننزل نسلك الارض السياره عاد انا اعرفهم تحلمهم انا واحد يركبينه انا خايف له بهاج محمد ايه بهاج بهاج ارقد ها بنجيك نوم سليب سليب هاي كلاكسون لا بابا ايه هذا غلط خطا ما زين ولا ايش تقول يا سلطان ايش تقول صادق اسلم ما حسيت باكم تقوموا باكم تقوموا تصحصحوا لا ترى كذا مو بجدول يعني الحين كذا مو بجدول ترى ممكن الحين ألبك وانزل كني مو شغله انت اصلا تبغى تسوق صح قهرك صح شوف شوف موت قهر موت تعال افتح الباب كم والله ما يجي كم عبدك افتح الباب عبد الله كم سعر اوكي كم سعر اوكي كم سعر ثانك يو ثانك يو ثانك يو كم سعر ثانك يو تفضل كم سعر ثانك يو ثانك يو كم سعر ثانك يو اوكي الله يرحم والدي من الدريه اللي هوش كاب وهذه المن هذه البهاء برضه ايش كاب وهذا المن للواوي واللي برضه كاب وهذا المن لسلطان وبعد كاب طيب سعد ايش جاء شو ايش كاتب هبت الكسد الله يهب لك حظا عند ربي ان شاء الله شكرا مرة بعطيك محمد الحين وقت اكل نفسي منصدم كيف سعد ياكل نفسه شوف شاهد شوف ايش تبغى انت مخشن حتى على الطلبات لا كرفو لا 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 الله يا شمعان دقيقه لا تشب جبهته عندي عندي امان عندي خلا يدخن 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 عنو يدخن عنو يا تمرين عنو يا تمرين الحين نبدا حش اوكي وش وياك نبث في حسن عبد الله الشهراني بقول لك شفت اللي قابلناه ذا اليوم يقول معوق ذاك مسوي صجونه تدري ايش يقول؟ تدري ايش يقول؟ ابو قاسم ترى تحت غبي ابو قاسم ما بعندنا لا المشكلة الثاني يقول لا ابى اتصور معكم هنا قال لا لا امزح معكم ايه مسوي انت مش ايه مسوي صيد الجو شفت بهاج يوم يقول تكفون صور معي صور معي سلطان هميلي يطرد ورعي الصغار انا فارس سكريت يقول ايه انا المخذ الاول شفت الضرب الورق الضايع من ايش جاء الورق يا ولد هذول اخويا لازم اغيرهم ايش رايك ايش رايك بنبث حسابك الحين اي والله بنبث والله حبابك كذا قوم شيء بعد انا في قمة الحلوة يوم بعض الناس قروشة ما علينا المهم ايش رايكم انزل المقطع في مقطع صورته تبغى انزل الحين في التيك توك ولا لا الله يمسيكم كل خير كيف الحال طبعا صحينا من النوم متوجهين باذن الله الى منتزه وقريه بنا رويكم بالسلامات كيف
نتغدى احنا الشباب من بعدها باذن الله الى السفينه تخسي وتعقب بعد احنا رايحين مع رحله عيش سفاري ولا وش نتغدى احنا الشباب كان قاعدين نسجل المعلومات هنا والبطايق شويات ولا القارب كان قاعد اذا وصلنا زيت بنانا ما كنا نعرف وفي الهنا وياك بس اوكي اسمع نبغى هاشتاج مفقودين بنانا كي نختفي نعيش هناك فتره ونرجع ما اقلب ايش القارب اللي بروح فيه في السياره هذه ما هي سياره هذه قارب قارب اما ايش ما عندك دوار البحر دوار البحر ما في؟ ايش دوار البحر؟ ترجع اوه تحت بعطي امي لا لا ما هو هذه لا امك شي بتطبخ فيها كبسه لا ما شاء الله اللي يبغى يطلب ستاند يقال منك فائده لحياتك والله ما شاء الله اللي يبغى يطلب توكل على الله غير طقمه اللهم لك الحمد البس اي شيء كنا اسرعت ها كنا اسرعت اي لازم اقعد اقعد بدا هذا في بالي وش هذا وش هذا احط على وجهي اوكي اوكي تعال تعال والله الذي لا اله ما خليها لك خلي جوي شوي دوي عيشة محمد علوم مرحبا بلاش اوبس هي خلص تمرين ابو عبد الله ما شاء الله كانت مباراة حلوة انت فاجئت يا الربع ان هذا اشوفه طلع فيني من ما طلع يعرف انه هو اخوه صغير هذا وهذا صورك انت عادي اوكي ما شاء الله تبارك الله تابعنا انت تابعنا شو اسمك تميم ايش تميم وهذا حمد وهذا ما شاء الله تبارك الله يطرح فيهم البركه الله يبارك فيهم ونزل يا اسد حمز حمز أتذكر أخوي فهد يوم رشيت عليه الشاهي أتذكر يوم رشيت عليك الشاهي وأنت برشني بشاهي تدري ليه؟ ليه؟ لأني بغطس وجهك بالمسبح ما أنت بغطس وجهي بالمسبح أوكي تدري ليش؟ ليش؟ لأني أشوف عيني إياك الحين يد ورجل ما في عينك طشة انتظروا بعد سار الأم أنا قلت كذا سار الأم قلت كذا سلام عاشوا عليكم عاشوا وش هذا؟ وش دي الكبدلي؟ ايوه السلام خلصنا من السفينة هذه نركب في اللنش هذا والقارب يودونا ويودونا للقرية نفسها خلصنا ما شاء الله تبارك الله ما ابو عبد الله يا مرحبا ارحب ارحب ابو ارحب ابو مشهور وصلنا للكوخ اللي هو زي ما تقول مسكن حقك هنا باقي كامل قريب نوفيكم بالتصاوير ما شاء الله عليهم الاستقبال خد عطونا مناش مناش اي واحد يعطونا اي واحد ايوه طب ما شاء الله عليهم الاستقبال ما شاء الله وين الله طيب وصلنا للكوخ شوف شوف يوف اللوحة في كلها موحة بس لو تضيح ورا زق لا ما عندي وصلنا ل
ان شاء الله تبارك الله. طيب الماضي طيب. الحين رايحين لعبة اسمها لعبة السيف. اللي هو شيء يا ابو عبد الله. امواج. يا سلام عليك. شباب قاعد يتلبسون. طيب الماضي طيب. طب الحين شلمك وخبطك هي والله العظيم الله يسلمك ايه تاخذ حقي فيك للساعة ها بيبلنا يا ابو محمد وانا اعرف هالاشياء دي ما اعرفها السلام عليكم سوقو 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 هذا مي انا يا نو 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 مي بلنا مي بلنا No, 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 no. Last goodbyes and a land I can call my home. Though the shadows lie ahead and the journey's just begun, I can't escape. كان عندهم بلوك هنا ما شاء الله تبارك الله كان عندهم العب يا كبير العب يا كبير روح يسموه ساعة سبية صح ولا لا؟ صوت احنا على اشكالنا دي كنا في مكة الله يشرف مكة أرحبوا الله مساء خير اللهم لك الحمد هذا السعادة وهذا النعمة اللي احنا عايشين فيها ولا من ولا ما وناس الشباب بيلعبون هناك مستانسي الحمد لله وانت اللي تشاهدنا ان شاء الله انك مستانس واللي عنده هم ان الله يفرج همه ويفرج كربته تحمد على النعمة اللي انت فيها محمد على العافية اللي انت فيها الله يديم علينا آه يا الركب آه يا المفاصل آه يا الظهر سمع الفعالية ومحمد أعطاني شور وكني كني كني ودي عشان يكون روح طول مسام ولا في القطر ناخذ لنا ملابس تمشي تمشي وقمقمه قمقمه قمقمه على هذا والله يا قمقمه ديني ما عرفت انا قمقمه تقمقم الاغراض قمقم واحد يصدمنا سقو 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 عرفت الناس اللي يخيلون في الحفلات يا الله لا يجمع بينهم في خير تقنع عليهم بالمعونه لا يحطونا في الشرطه ما شاء الله تبارك الله كيف كيف قدم الوردة لو تأخرنا دقيقة واحدة راح علينا راح علينا اي والله طبعا متوجهين تقطن الشباب اغراض وين الواو السلام عليكم عليكم السلام
التأخير ما أدري على التأخير. يا واوي عندهم التوصيل من بنانا الى لا شو اسمه قطر المكتب هناك مو هو بكل شوي يعني مثلا الحين احنا ماشيين الساعه 7 والله ماشي الساعه 7 هي 7 ونرجع الساعه 12:30 وكذا اوقات يعني متعينة كل ثلاث ساعات رحله الحمد لله أنا لحقنا عليها. يوا الحين مليون الواي قدمت كيف عندهم النظافه والتحرس الصحي ما شاء الله هذا معقد طبعا الله يفهم عندهم بعد نقاشات كثيرة مع الواوي ومع بهاج ومع سعد فهمت قد ضغره وين حددنا وين دوحة ايش استغاث يا سلام طلع عربي شفت مقطع في التوك عجبني صراحة انا عجبت وضحكت ما زالك طلع عربي شفت مقطع في التوك ايران وصلنا ذا الحين وصل الحين المكتب اللي في قطر اخيرا وصل لا يا حلق بلا بال عرب يا عرب يا بعد عمرين صح شوف كلهم وتر كلهم وتر ما في الا انا وبهاج والواوي كلهم واشكركم ولا تقول انا اتوقع اني فزت تعال لي فزت شوف الطقم ايش خليك تسوي طيب يا واوي ما شاء الله تبارك الله شو من التقيت حياك الله يا اختي الله يطول العمر ما شاء الله طقم اصلحنا بالغلط نفس وش اسم اسم ليش واضح عسى ربي يحفظ عن طبعا البوت حرك الساعه 11 7 دقائق ما في بوت ثاني الا الساعه 12:30 دقيقه 12:30 اوكي وهذا ديبان يقول بيظبطنا بغرفة كانت تكي فيها نريح حياك الله جاني طرقات شريف جاني والله حياك الله فارح يوم كل النام ما لجلج النوم بعيوني جيت ولقيت الحرس قدام وارجع من طبعا الحين بوريكم قطه معلم نعم بس بسرعه لانه ابشر ما شاء الله شوف الكاميرات هنا شوف القياده كيف ما شاء الله المروحه والمكيف والمبسط وناصح بيض الله وجهك اخوي يونس تسلم يا طيب اشكرك على روحك الحلوه حبيبي لبى والله قلبك منو نزل ما شاء الله تبارك الله كانوا في العصر استقبلوا نبزي دحين منفسين ليه خلاص فكت معها اسمع فزت عليك قبل شوي صح فزت عليك قبل شوي في التوك توك صح تقول انا فدت جيت صب لي بريتكا خلاص طب صب بريتكا منجو رد يا شرب ماي وراح شوية وجهك ها ايوه ساقه يلغى ساقه يا الزير في موي ولا تمر شو موي اوف العاب يا كبير ايش سويت انا وسويت اسكر امها شوف كيف سكرها بس بس لا يا شخد
عرفت زين يا عبد الله عشان شغله في الصبح عشان نسيبك تكتب لا شو صباح الصباح على صوت صباح والشمس جت على صوت رايقه في البحر كيف خلصنا من داف والسلقه وشي حكم وبنك باقي محمد ناصر ياسم 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 والد الفريج دش دقيقة ليه ما عندك شعرات مكر سنوفك حبيبي يا لبي بتك شاهد مشهود شاهد ولا مشهود ما درت انا فزت عليك قبل شوي صح اي دي سوي المسار همسك توفي احسن انك همسك توفي هات جوالك هات جوالك يلا كنك اللي ركبنا فوق الفيلة في تايلند عجي عجي بس ليه ما تضحك يا سلام عليك هلا همز واسكت وايش الاحكام اللي انا ايش وعدوني فيها الحين ايش وقت تسوي استحمام هنا شنو يصير اصفر تسبح فيها عبد الله بشرام المهم بعدها بالنوم نصح صبح يوافق من كل شيء